نوفي الفيديو. كيف تمشي مع رمضان؟ غلبكم غلبتو؟ بون كنتمنى يكون رمضان ديالكم بخير وعلى خير، تكونوا غادي مزيانين. وقيلا انا اول وحده ما كندير لكم جلاغوتين ديال رمضان ولا اول نهار ديال رمضان ديالي، جو بونس حيت ما كنعرفش نطيب حريره. دونك عندي ما نشارك معكم، من غير انني نشارك معكم لا بوتي. صراحه هاد لا فيديو كنت صورته قبل رمضان، هاد الشيء علاش ماكيا وبزاف ديال الحاجات. دونك لا فيديو ديال داك النهار كان غادي نرسمو الشرطه. نتمنى تكون عجبكم لا فيديو اليوم. اللي مازال ما شافوش يدخل يشوف، راه كاين لو ليان في لابا دانفو. اليوم جبت لكم لا فيديو غادي نرسمو الحواجب ديالنا. صراحه هو صورت انا في نفس النهار، ولكن انا قطعت لا فيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. كما كتشوفوا انا حواجبي من عند الله قويين وكيبانوا، دونك انا ما كنرسمهمش. كيف ما قلت لكم داك النهار كنرسمو في حاله ما دخلت في الحاجب، في حاله ما عملت شي كارثه، دونك عاد كنرسم الحاجب ديالي، كنعمر غير داك الفراغ اللي وقع لي فيه المشكل. ولكن انا غادي نحاول نرسم لكم دابا الحاجب، ولكن غادي يبان ان شاء الله. دونك خليكم معايا. اول حاجه غادي نستعملو هي هذه المشيطه ديال الحواجب ديالنا. ونذكركم اللي ما عندوش هذه يقدر يستعمل هادوما ديال الماسكارا، ما ترميوهمش، غسلوهم مزيان وصافي. اللي مازال ما شافش لا فيديو ديال انني شاركت معكم شي حويجه ديالي يدخل لاشين وتابوناو البنات، واللي مازال ما تابونيت ابوناو، واللي مازال جديد مرحبا بكم في لاشين ديال اسراء ديال لابوتي. المهم البنات كنرسموا الحاجب ديالنا مزيان، وبطبعا كيكون الحاجب ديالنا منقي وكيكون الحاجب مقطع وكل شيء، يعني داك الشعر اللي كيكون طويل كنقطعوه بالسيزو. دونك كنرسموا الحاجب ديالنا بحال هكذا. ودابا انا غادي نستعمل هذه اللي ديجا وريتها لكم ديال كيكو، فيها ثلاثه ديال الالوان. طبعا غادي ننصحكم واحد النصيحه، ما عمركم تراسيو الحاجب ديالكم بالكحل، واخا يكون شعرك كحل شحال ما بغى يكون، ما عمرك ما تراسي الحاجب ديالك كحل. اول حاجه غادي يجيك باشر، ثاني حاجه غادي يبان من الطياره، ثالث حاجه ما كيجيش انيق وما كيجيش مع الفيزاج كما بغى يكون. دونك واخا يكون شعرك كحل، افتحي درجه على الشعر ديالك براون. براون كاينين فيه جميع الالوان، كاين غامق كاين فاتح كاين، المهم راه غير قلبوا مزيان وصافي. كيفاش شو هاد لاباليت هادي فيها ثلاثه ديال الالوان، دونك انا هذا ما غاديش يجيني مزيان، هذا ما غاديش يجيني مزيان، دونك غادي نستعمل هذا. وطبعا غادي نخلط، انا عندي هنا فتحاهم هادي ديال ايفر بيوتي، دونك فوالا حتى هي براون، فوالا لا كولور ديالها. وهادي باش كتعجبني انه هو كاين فيها هذا كيجي بودرة بحال اللي كاين في الباليت هنايا، كاين واحد كيجي هذا وهذا كيجي غبره، ما كيجيش زعما ما كيجيش كريمي، هذا بودرة حتى هو، وهذا كيجي كيجي جيل. دونك هاد البودرة فين كنستخدمها انا؟ مثلا الا ما عندكش هذاك اللي كيكون بحال ماسكارا باش كتفيكسي به الحواجب، كنفيكسي انا بالبودرة ديال اللي هي غادي نستعمل هذا ديال ايفر بيوتي. غادي ناخذ طحت لي هذيك فين مشات، بون ها هي. غادي ناخذ هذيك كيف ما ديجا وريت لكم ديال كيكو، كتجي بحال هكذا، عندي منها بزاف. مهم ان تكون، مهم انكم اللي كترتاحوا فيها، وحده كتكون عندكم نقيه وواحدة تكون كتخدموا بها، باش وحده كتوزعوا بها ما كيتوسخ لكمش داكشي. بون غادي نخدم بهادي. فاش كتبغي هادي كديري بحال هكا، كتبقاي غير كتنقر من بعد ما سالينا النقر كنمشيو يا لالا للنص ديال الحاجب ديالنا. ما كنبداوش من هنا يعني فهمت، ما كنبداوش من الاول، كنمشيو للنص ديال الحاجب وكنبداو اللي هو هنا.
فوالا راه كيبان لكم الفرق، وكتبداي ترسمي الحجم ديالك. الا كان عندك رقيق بغيتي تغلطيه نفس الشيء، كان عندك غليظ ما كتبقاش فيه، كتحاول تخدمي غير ديك الشعيرات اللي عندك اللي بغيتيهم. حاجه واحده اخرى، انا فاش كنكون كنخدم كيعجبني نخدم ساكته عليها، فاش كنكون كن غادي نكون كنعمل شي حاجه تلاحظوني انني راه ساكته. فوالا كما كتشوفوا الحاجب راه باين. من بعد كناخذوا شويه وكتبقى ترسمي بحال اللي كترسمي الشعرات ديالك، باش ما ملي كتخرجي على برا ما كيبانش ان الحاجب مرسوم غير من التحت ومن الداخل خاوي. دابا المرحله الثانيه اللي هي الفوق، كيف ما قلت لكم الحجب فين ما تبغيو تبداو تراسيوه، ما تبداوش من الاول ديال الحجب ديالكم، بداوه من الوسط ديالو. ونفس الطريقه كنعملو من الفوق، انك تعمر داك الفراغات كيف ما شفتوا انا طلعت الحجب شي شويه. وما ننساش كذلك هذه كنشطب بها، انا هذه ما كنبغيش دابا نخدمها لان بالراس كنشط بها الحاجب ديالي غير ملي كنكون خارجه عادي، دونك كنستخدم هادو باش الحاجب ديالنا كيتفرق، ما كيبقاش داك لو جيل هكا غير فهمتوا زعما كيبقى معجن فواحد البلاصه، بالعكس كيبان مسبوك في الحاجب. المهم هاد الطريقه هذه خدموها مثلا قبل ما ديروا الفوندوتا ديالكم، حيت باقي غادي ندوزوا للطريقه واحده، يعني الطريقه الثانيه اللي من بعد اننا كنساليو الحاجب ديالنا. انا دغيا كنسالي حيت الحاجب ديالي خفيف، الحاجب ديالي غليظ دونك ما كنتعطلش، فلان كما كتشوفوا الفرق ما بين هذا وهذا، غير شويه الفورمه طلعت على كيف كان عندي وشويه ولا كيبان على هذا. فوالا هذا هو الحاجب، هذه الثانيه. وكنمشي دابا للبودره ديال هادوما باش كنفيكسي الحاجب ديالي. علاش؟ لان هادوما الالوان فاتحين، انا باغا غير نفيكسي، يعني ما باغاش نغمق الحاجب ديالي، دونك كناخذ هذا اللون هذا. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا، علاش كندير هاد الطريقه ديال اللي كيكون بودره، باش من الحاجب واخا كتقيس فيه بحال هكذا، فوالا واخا دابا كنقيس فيه ما كيطلع لنا في يدنا والو، ماشي بحال ان الا كان الحاجب ديالك بقى بداك لو جيل مثلا لا قسنسيتي ودرتي بحال هكا كيولي داك كله طالع في يدك. البودره كتفيكسي داكشي والحاجب كيبان انه ما عندوش الكونسيلر ولا ما عندكش اونتيسان، تقدري تستخدمي الفوندوتا ديالك. كناخذوا هادي وكنمشيو للقنت ديال الحاجب.
فوالا انا دابا استخدمت خدمت بالفون دو طا ودابا غادي نوريكم الطريقه ديال الاونتي سيرن حتى هو تقدري تخدمي به. ناخذ هادي اللي ما عندوش هادي مثلا يقدر يخدم بهادي راه بحال بحال. ناخذ هادي نوري لكم الطريقه ديال هادي الخدمه. فوالا البنات ها هو الحاجب كيفاش كيبان نقي. كما قلت لكم ما كتقيسوش هنا باش كيبان الحاجب ناتورال. الا كان عندك الحاجب ديالك الحاجب ديالك خفيف من تما ماشي بحال ديالي تقدري حتى تكملي الخدمه ديالو، ولكن بحال دابا غنقولوا غير كتمسحي فيه داك اللي كيبقى لك في هادي كتبقاي ترسمي بهالطريقه هادي. كتبقاي ترسمي بهاد الطريقه هادي فوالا كتبقاي غير كتمسحي فيه هادي، ولكن ما كترسميش مقوس كتحاولي تطلعي بحال الطريقه اللي دابا شوني انا كندير. انا كي كتحاولي تطلعي وكتحاولي تخرجي شويه ديال الشريطات باش كتبان بحال النخله، حيت النخله راه معروفه انها هي جمال الحاجب. دونك فوالا ها هو الحاجب كيف هو مرسوم نقي ما فيه حتى شي حاجه. فوالا زوين، ولكن انا ما كنرسموش لان ها هو الفرق كيفاش كيبانوا كيبقاو يبانوا حوايج بي فهمتي. فوالا دونك راه باين الفرق ما بين هذا وهذا. دونك انا كنفضل هذا ما دابا ضغط كنفضل هذا، ولكن انا غير جبت لكم لا فيديو كيفاش ترسموا الحاجب ديالكم. غنقول لكم ا بيانتو فلا فيديو واحد اخر. بيزو.